أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 151 شهيدا و248 إصابة، ممن وصلوا للمستشفيات فقط خلال 24 ساعة الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى ما يقرب 24 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد تدمير الأحياء والبنى التحتية والأعيان المدنية والصحية وارتكاب جرائم الإبادة والإعدامات الجماعية في قطاع غزة. الألم والوجع والبكاء على الإنسانية الضائعة بات يحاصر السكان هنا، وفي ظل ارتكاب الاحتلال المزيد من الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مع كل خبر آت صرخات الأطفال المصابين وأنين الجرحى، كلها باتت هي كل ما نسمعه في رفح وخان يونس ودير البلح وجباليا وكل مدن قطاع غزة المكلوم، حيث واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لليوم 99 من الحرب. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 151 شهيدا و248 مصابا. لما خبط الدار لو طار العمود وكسر الحيطة تبع دار ابني، دار محمد ابني، وخش علي. لما خش فأنا فيش عندي هذا، ما شفت بطلع هيك إلا إشي ردم فوقية والتسريحة والإغراض والخزام كله مكوم جوا حوالي، ما فيش عندي هذا. صرت أزعق، ما شفت إلا الجيران أجوا معهم لهواية، ما حسيتش في حالي. كما وتقدمت الدبابات الإسرائيلية قرب مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى، وأحذرت الصحة من الخطر المحدق بحياة الجرحى والمرضى، خاصة أطفال الحضانات داخل المشفى. كما وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح أدت لاستشهاد أكثر من 20 فلسطيني. منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي ويقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز للمنظومة الصحية والكوادر الصحية، حيث رصدنا استشهاد 337 شهيدا من الكوادر الصحية وإصابة أكثر من 350 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى على الخدمة وخروج 53 مركز للرعاية الأولية على الخدمة، وكذلك أيضا استهداف وتدمير 121 سيارة إسعاف. ووسط ذلك تتواصل رحلة النزوح القسرية لآلاف النازحين الفلسطينيين الجدد في مخيمات بسيطة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، حيث يعانون ظروفا قاسية جدا تزامنا مع منخفض جوي عنيف. يواجه الأطفال في غزة ظروفا صعبة ومعقدة للغاية، فالاحتلال في عدوانه لا يفرق بين أحد، فالجميع مستهدف هنا ومعرض للإصابة أو الموت في أي لحظة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من رفح جنوبي قطاع غزة، فلسطين. نزلت علينا الدار وقعت علينا الدار وقصفوها اليهود، وكمان نزلت علينا، وكمان بابا طلع الجنة. بابا أنا بحبه أكتر، بحب العالم بابا عشان بحبه قد السمكات والرملات والبحرات وكل إشي، عشان بابا بقى يودينا على المدرسة ويجيبني مصروف ويودينا حديقة الحيوانات وألعب بحديقة الحيوانات، يودينا على الملاهي وعلى الألعاب وعلى كل إشي بقى يودينا. كان أبوي بيعني لي كتير في حياتي، هو كان سند وعزوتي، كان هو يجي على المدرسة يسأل عني يعطيني مصروف، كان لما قبل ما أنام يغني لي وخلي لي ويحضني قبل ما أنام، وكان يطششني كل ما يكون مبسوط يطششني إحنا وإخواتي. حلمت ببابا وقال لي خلي دير بالك عمك دير بالك أخواتك، كنت أحبه كتير كتير لأنه كان يطششني وكان يديني مصروف.
كان يودينا على الشغل وريني كيف أعالج المرضى. بابا راح كان دايما يساعد أمي في مثلا يساعدها يريحها شوية في الطبيخ، يساعدنا في الدراسة. الحين هو راح الله يرحمه، وبصير أنا الحين بعمري هذا أحمل مسؤولية أكبر، وقدر الإمكان إني أغطي على خواتي الأخوة الأصغر مني، إنه ما حسسهمش بغيابه، وأنا عارفة إنه الأب فيش حدا بياخد مكانه.